الشغلات اللي سويتهم بحبهم حب الام لاطفالها، بحس انه فيهم روح، انه هن بحبوني مثل ما انا بحبهم، وهن كثير بريئين. لما تجتمع عاطفة الأمومة مع الفن بيخلق الإبداع، الإبداع يلي بياخدنا لعالم تاني، عالم مليء بالحب والحنان، حنان الأم يلي نقلت إحساسها بكل عمل من أعمالها وكتبت بنفسها قصة تحدي روتها بطريقتها الخاصة لكل العالم. دخلت كلية فنون جميلة وكان طموحي طبعاً اختص تصوير، يعني ما أنا برسم من لما كنت صغيرة برسم وأنا حابة فوت مشان أرسم، بس درسنا كل الاختصاصات بالسنة الأولى بس معدلي ما سمح لي أدخل تصوير فدخلت نحت. طبعاً أول شيء يمكن زعلت شوي إنه أنا دخلت نحت لأني ما كنت بعرف أهمية نحت وقديش هو حلو، بس لما دخلت وشفت هو ما بيقل ابدا عن تصوير، وبالعكس يعني يمكن كل نحات رسام. تنفيذ اعمال نحتيه من الاسمنت على جدار وزاره التربيه مشروع عم تنفذه بلقيس مع عدد من الصبايا بشكل تطوعي، وحملوا بكل منحوته رساله للطفوله والحياه. ليلي كانت أول جدارية وتميزت يمكن عن الجداريات اللي سبقتها بأنه هي فيها أعمال نحتية. أول منحوتة كانت ليلي على جدارية وزارة التربية، بنوتة عم تقرأ. بحب أنه البنوتة تثقف، يعني تكون مثقفة واعية مدركة للحياة، لأنه ببناء بتصور هو بناء للمجتمع. رغم انقطاع دام أكثر من 10 سنوات عن منحوتاتها الفنية، قدرت بلقيس ترجع لتبدع من جديد. فمين كان السبب وراء هالعودة؟ أنا عندي ولدين صغار، يمكن هم كان لهم دور كتير كبير بأنه أنا أرجع على النحت. حبيت أعمل لهم بورتريهات لإلهم بشكلهم بحجمهم الطبيعي وتكون تقريباً نسخة عنهم. وجه رسالة لكل أم، إنه وإنتي أم لا تنسي حلمك، لا تنسي شغفك، الشيء اللي إنتي بتحبيه، لأنه لما إنتي حتعملي الشيء اللي بتحبيه فإنتي حتشجعي ولادك كمان إنه هن يصيروا الشيء اللي هن بيحبوه.